تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تجهيز العرائس المقبلات على الزواج، إلى جانب توفير عدد من المشاريع الصغيرة لتأمين دخل دائم للشباب، بالإضافة إلى توزيع صناديق المواد الغذائية. وقامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع مواد غذائية وأجهزة كهربائية ودعم لعدد من الأسر لبداية مشروع صغير ضمن مبادرتهم باب رزق على 356 من الأسر الأولى بالرعاية بمركز شباب الساحل. والله طبعا أنا سعيد بوجودي في مركز شباب الساحل بدعوة من مؤسسة حياة كريمة. أنا بشكرهم الحقيقة، وهي مؤسسة حياة كريمة الحقيقة بتقوم بدور كبير جدا في دعم الحالات الأكثر احتياجا في نطاق محافظة القاهرة. لازم رؤيتنا المشاركة، مشاركة المجتمع المدني، مشاركة الجامعات الأهلية زي مؤسسة حياة كريمة. يعني فكرة باب رزق أنا شايف أنها فكرة كويسة جدا، وإحنا إن شاء الله كمحافظة هندعم هذه الفكرة مع مؤسسة حياة كريمة، لأنه من خلالها هيبقى فيه فرص عمل، ودي أهم من موضوع المساعدات. في مؤسسة حياة كريمة إحنا بنسعى لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، أو بمعنى أصح إن إحنا نخرج الناس من دائرة العوز، وإن هو يبقى معتمد على نفسه وما يحتاجش لحد ويبقى خلاص مستقل بذاته. بداية النص الثاني من 2024 إحنا بنحقق نجاح جدا وبندعم 20 أسرة وبنفتح لهم باب رزق جديد، أو بنوفر لهم البضائع اللي هم محتاجينها عشان يقدروا يفتحوا مشروع صغير. احنا النهاردة يوم جميل مبهج، بنحتفل ان احنا بنسلم أهالينا المستحقين للحالات الإنسانية المستحقة من أجهزة كهربائية، من كراتين مواد غذائية، من مبادرة عاملينها اسمها باب رزق. الناس اللي هي بتشتغل بنديهم بضاعة فلوس يجيبوا بيها بضاعة ويبيعوها ويطلع لهم منها، ربنا يرزقهم من وراها. فعليا النهاردة عاملينها على مستوى محافظة، جايبين كل المستحقين اللي احنا اللي قدموا لنا واحنا عملناه وبحث الحاله وتم قبولها على مستوى محافظه القاهره، وبنسلمهم النهارده بحضور القيادات التنفيذيه والسيد المحافظ. احنا دورنا بيبقى ممتد من قبل كمان ما بنسلم، احنا اللي بننزل نعمل الابحاث الحال عن الحالات ديت، وبنتاكد فعلا ان هم من المستحقين ومن الاكثر احتياجا. بننزل نعمل لهم البحث وبنتكلم معاهم وبنطمنهم ان احنا معاكم، وبنيجي بقى نحتفل بيهم وبنفرح كلنا هنا واحنا بنسلمهم الحاجه بتاعتهم. بنكون فرحين اكتر منهم، احنا بنبسط اول لما نشوف شغلنا وتعبنا بتحاول لجبر خاطر وبتحاول لفرحه للمواطن، اكيد ده بيسعدنا وبيدخل قلبنا السرور. اشكر حياه كريمه الصراحه، ومن اول ما اتصلت بيهم طلبت منهم مثلا سرير انام عليه، دولاب، اي حاجه في البيت، غساله، ثلاجه، جابوا لي غساله وثلاجه عند الله يبارك لهم، وجابوا لي مشروع اكل منه عيش ومشروع بقاله. انا جوزي سايبني ومعايا 3 اطفال وقعد على باب الله، جم عملوا بحث عني والحمد لله كتر خيرهم، وجابوا لي بضاعه عشان اقدر انا ايه اشتغل واصرف على عيالي وادفع ايجار بيتش.